ينافسون على البطاقة الثانية، وهذا شيء طبيعي يعني، لأن الثلاث فرق أعتقد عندهم فرصة كبيرة أن يحصلون على المركز الثاني. بكرة مباراة مهمة بالنسبة لنا، أيضا منتخب العماني أكيد، لكن إحنا نتمنى أن نفس بكرة تكون نتيجة إيجابية للمنتخب العراقي حتى نقدر بالمرحلة القادمة يكون عندنا رياحية بها. ما عندنا غيابات، الحمد لله اللاعبين أكثريتهم جاهزين وموجودين ومستعدين للمباراة. أي واحد عنده تكهن باتجاه أن بكرة منو يفوز ومنو يخسر، بعلم الغيب بس رب العالمين يعرف بيها، لكن اللي عليك أنك تجتهد، تجهز الفريق، تجهز وضعية الفريق حتى يقدم أداء جيد بالمباراة. ما عندي أي معلومة على موضوع البطائق صراحة. مباراة تلعب مع عمان، عندك مباراة مع الكويت، فلسطين، بعدين كوريا، وبعدين الأردن، يعني عندنا مباريات متسعة، لكن هو من يستطيع أن يصبر ويثابر ويحصل على نقاط. نعم احنا ممكن جمهورنا غضب علينا في مباراتنا وإعلامنا في مباراتنا السابقة أمام الأردن ملعبنا، لكن هذه كرة قدم.